متابعينا الكرام، نتواصل مع الشوط الثالث وهو الثاني للأبكار الفطامين المشتركات لمسافة الـ 1500 متر. خلونا نتألق مع الشعارات ونتابع الأسامية ونفتتح الإذاعة. هناك الشاني أحمد بن سعيد بن رغاش الدرعية في المركز الأول والمركز الثاني، شاهينية محمد بكوير خية الدرعية الثالثة، أراعي اشتعال سرور من خادم الجنيبية. أما المركز الرابع نتابع فيه حافل أحمد بن سعيد بن خليفة. المركز الخامس تغييرات شعر مانع بسلطان بالصريدية بهملولة غيرت على المركز الرابع، بينما هناك خامس المراكز بدأت تتداخل الشعارات تأتينا الأسامية. متابعينا الكرام، هناك من تحمل رقم 8 ولكن الكادر الصدارة سلام راعي الشاهينية أحمد بن سعيد بن رغيش الدرعية هي التي تتمركز في الكادر الأمامي، هي التي تسير على رأس حربة الشوط 500 متر الأخيرة. ونسير بالعطاء ونسير بالأداء ونسير بالإبداع. سلام يا برغش. مركز الثانية عندنا اشتعال سرور من خادم الجنيبية، وعندنا هناك هملولة مانع وسلطان بالصريدية. بالصريدي خطير من الجانب الأيمن، يشن الهجوم. نسير للمركز الرابع الشاهينية محمد بكوير خية الدرعية. المركز الخامس رقم 8، خلونا مع الأول، خلونا مع الصراع، صراع الكبار والنهاية خطه في الانتظار. سلام يا الشاهينية أحمد بن سعيد بن رغاش الدرعية. تواصل العطاء، تواصل الأداء، تواصل الحضور. بصريدي، بصريدي هل بيغير في اللحظات الأخيرة؟ نعم، مانع بالسلطان بصريدي الناموس يا راعي هملول. المركز الثاني بن رغاش، المركز الثالث رقم 8، التوقيت دقيقتين 16 ثانية 86 جزء من الثانية، توقيت هملولة مانع بسلطان بالصريدي الدرعية.